رجل توضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه إلى العصر، هل يصلي صلاة العصر بوضوء الظهر أو لا بد من التجديد؟ يصلي، نعم يصلي. فلو قال لكم قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا قام إلى صلاة العصر؟ فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن.